بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان ترحيل بيانات العملاء والموردين والموظفين أيضا إلى أوراق عمل جديدة في الإكسل. لنفترض أن عندنا شيت عبارة عن الداتا بتاعتي كلها، فيها عملاء وفيها موردين، ويعني البيانات متداخلة مع بعضها كده، وعاوز أرحل العملاء في شيت للعملاء خاص بهم، والموردين في شيت للموردين خاص بهم، وأيضا لو في موظفين عندي أيضا أعمل لهم شيت خاص بهم يتم ترحيل البيانات دي. وكمان لما يحدث أما يحصل تحديث للبيانات، أضفنا بعض العملاء أو بعض الموردين، يحدث التحديث ده تلقائيا ويعني بصورة أوتوماتيك كده في باقي الشيتات. ده اللي هنعمله بخطوات عملية سهلة خالص وبسيطة خالص في الفيديو الحالي. بندعوكم طبعا للاشتراك في القناة والضغط على زر جرس التنبيهات، وتابع معايا الفيديو للنهاية لان فيه معلومات قيمة ان شاء الله هنعرضها في نهاية الامر في نهاية الفيديو. نبدأ على بركة الله. انا محتاج شيت تحت هنا، ورقة جديدة للعملاء، يبقى هضغط على بلس دي او اضافة ورقة جديدة، واضغط كليك يمين وهسميها اعادة تسمية، واكتب العملاء، ونضيف كمان ورقة كده شيت جديد ونسميه الموردين، إعادة تسمية، تمام كده خلاص. أنا عندي هنا العملاء، ده الداتا الأساسية اللي فيها كل البيانات بتاعت الناس، وأنا عندي هنا يعني 12 واحد، وفيه طبعا إيه يعني أنا مسطر التسطيرة بتاعتي لحد 20، وممكن حضرتك او لحد الصف رقم 20، وممكن حضرتك طبعا تعمل البيانات بتاعتك 1000 2000 اي عدد من البيانات اللي انت عاوزها. كويس، هنروح بعد كده للعملاء، هاخد من الشيت الرئيسي ده رؤوس الاعمدة كنترول سي لان لازم تكون متطابقة، واروح عند شيت العملاء، وعند اول خليه كده ونضغط كنترول في، فهيظهر معايا بالشكل ده، ولكن انا هضغط على الاداه بتاعه اللصق دي واختار الاحتفاظ بعرض عمود المصدر كده، فهيتم اضافه البيانات بالطريقه دي. ايه العمود اللي انا هفلتر عليه الشغل بتاعي؟ اللي هو الوصف، كلمه عميل او مورد. يبقى هنا هنكتب كلمه الوصف بعيد شويه كده، وتحتها نكتب، ده طبعا شيت العملاء، فهنكتب عملاء، هي الكلمة اللي احنا مستخدمينها هناك العملاء ولا عملاء، لازم اتأكد منها دي كده، كلمة عملاء مش العملاء، يبقى نكتب في بالظبط زي ما هي مكتوبة هناك نكتبها هنا عملاء، تمام حلو خالص. بعد كده انا هعمل تسجيل بسيط لماكرو بسيط خالص من عرض او فيو، هنا فيه وحدات الماكرو، هعمل تسجيل لماكرو عملاء على اعتبار انها بالعربي اولها عين، لو بنكتب مثلا بالفرانكو كده هنكتب 3 ماشي، يبقى هعمل تسجيل ماكرو وهسميه 3، انت ممكن تسميه اي اسم، انا بدي رمز معايا كده 33 اهيت، يعني رمز للعين يعني عملاء، وهعمل موافق، اول ما اضغط على موافق دي فهيتم تسجيل الخطوات التي ساقوم بها الان في الماكرو اللي هو اسمه 33. بيقول لي البنية غير صحيحة، هنا اسماء الماكرو غير مسموح باننا نستخدم الارقام، فهنبدأ نستخدم اسم تاني للماكرو بتاعي وليكن مثلا حرف الايه بالانجليش، حرف الايه مرتين كده، ايه ماشي، او لو الاسم عندي عملاء يعني كاستومرز فبضغط على سي مرة واحدة كفاية سي وخلاص، واعمل موافق ماشي. اسم الماكرو طيب، نغير الاسم ده، ربما ان يكون في اسم قبل كده سي 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 3 سي، موافق قبل كده الاسم بتاعي، طبعا ممكن تسميه باي اسم. هو حاليا بيبدا يسجل الخطوات دي، فهروح على داتا او بيانات والجروب بتاع تصفيه فارز وتصفيه، ده الفلتر، والادفانسد فلتر ده اضغط عليه كده واحدد النطاق، بس طبعا اضغط الاول على نسخ، ايوه، الى موقع اخر ماشي،
ونطاق القائمة اللي معايا الداتا بتاعتي هحدد الشيت كامل من اول هنا بالرأس بتاعه لحد النهاية هنا، تمام؟ لحد مش نهاية البيانات، لحد نهاية النطاق اللي انا معلمه، ماشي. وبعد كده نضغط على الأداة دي واروح اختار نطاق المعيار، الشرط اللي عندي اللي هو الاتنين دول مع بعض، رأس العمود والبيان اللي انا عاوز افلتر على اساسه، والنسخ هحدد رأس الأعمدة اللي عندي حاليا، ماشي. ونبدأ نعمل موافق وشوف ايه اللي هيحصل. اللي حصل ان جالي هنا كل العملاء حاليا، الكود لسه او الماكرو لسه بيتم تسجيله، فهروح على عرض واعمل ايقاف لتسجيل الماكرو. الماكرو ده اسمه ايه؟ 3C سي سي سي، خد بالك. فانا هنا لو عندي كام واحد في العملاء حاليا، دول لو حددناهم كده دول 9، ماشي، 9 عملاء، اخرهم رقم 12 ده. فلو رحت هنا للبيانات بتاعتي واضفت رقم 13، ان ده ابراهيم 13 كده، نحدد دول الاتنين، وابراهيم 13 ده البيانات بتاعته زي اللي قبله وهو من العملاء، اخترت كده انه يكون من العملاء. اول ما تنتقل لعملاء هنا، لم يتم اضافة ابراهيم 13 هنا اللي هو من العملاء. ليه؟ لان احنا ما قلناش للاكسل كل ما نفتح الشيت ده او كل ما نعمل تغيير روح يعني ابحث عن التغيير ده واعمل ابديت كده او ريفريش او ريكويري زي الاكسل زي الاكسس كده. فازاي نعمل الخطوة بتاعت الريكويري ده ويبدأ يحدث نفسه تلقائيا؟ هروح ل اسم الشيت من تحت من هنا واضغط كليك يمين واختار عرض التعليمات البرمجية او فيو كود. وطبعا الامر ده هيفتح لنا الفيجوال بيزك فور ابليكيشنز، محرر الاكواد بتاع الفيجوال بيزك. هختار من الكومبو بوكس الاولاني جنرال ده، اختار ورك شيت، واختار من الكومبو بوكس الثاني ده اول واحدة فوق اللي هي اكتف. يعني لما الورك شيت الحالي يكون اكتف اعمل ايه؟ اعمل كول يعني استدعاء call للماكرو اللي عندي اللي اسمه CCC 3C، call يعني استدعي الماكرو اول ما يكون في اكتيفيت للورقة الحالية بس كده. عاوز تحفظ احفظ، مش عاوز تحفظ ما تحفظش، مش مشكلة لان الفيجوال بيزك بيحفظ تلقائيا. اول ما نبعد عن الشيت بتاعنا ونرجع له تاني يتم تحديث البيانات زي ما حضرتك شايف كده، وتم إضافة البيان الحالي ده بالنسبة للعملاء. طيب بالنسبة للموردين نفس الفكرة بالظبط. أنا هروح أستدعي رأس الأعمدة من هنا كنترول سي، وأروح لصفحة الموردين وأضغط كنترول في، بنعيد تاني اهوت، وأختار عرض العمود وأكتب هنا الوصف في أي مكان، طبعا مش شرط في مكان معين، ممكن في أي مكان الوصف، بس لابد ان الكلمة تكون مطابقة للكلمة اللي معانا اللي هنعمل فلترة عليها، وتحتها نكتب موردي المسافات. انتبه لها لو في مسافات او في حروف مثلا فيها همزة او كده، انتبه ان تكون مطابقة تماما. ونروح برضو لعرض ونعمل وحدات الماكرو وتسجيل الماكرو، والماكرو بتاع الموردين هسميه MO على اعتبار يعني موردين مثلا رمز كده، ونبدأ نعمل تسجيل، تمام. اروح لداتا بيانات وادفانسد فلتر ونسخ الى موقع اخر. انتبه لو ما عملناش النسخ ده فالنسخ الى دي نوت اكتف هنا مش شغالة، لابد ان انت تعمل نسخ الى موقع اخر، وتحدد نطاق القائمة اللي هو في الشيت بتاع الداتا، كل نطاق بما فيهم رؤوس الاعمدة. انتبه انا هنا ما حددتش اخر واحد، مش مشكله لان مش محتاجه اصلا. ونضغط على الاداه الصغيره دي عشان يظهر معانا التعليمات دي او البيانات دي. نطاق المعيار هختار دول الاثنين الوصف موردين، ونسخ الى المكان ده بما فيهم كلمه الوصف، واعمل موافق هيتم استدعاء الموردين، تمام كده خالص. طيب نعمل ايقاف للماكرو اللي شغال حاليا من وحدات الماكرو، ايقاف التسجيل، واروح للموردين ده كليك يمين وعرض التعليمات البرمجية. انا بحاول اكون سريع شوية علشان طبعا نختصر الوقت قدر الامكان. ورك شيت الحالي والاكتف اكتيفيت، ونستدعي call كول ام او، ماشي، استدعي الماكرو اللي اسمه ام او، واعمل اغلاق
وابدأ ابعد عن الشيت ده وبعدين ارجع له تاني، يتم تحديث البيانات. بس احنا ما ضفناش حد، تعال نضيف حد في الموردين كده او نغير البيانات. يعني مثلا اخر عميل معانا اللي هو ابراهيم 13 ده، ماشي، عملاء لا هخليه في الموردين. يبقى هيتم المفروض كده حذفه من العملاء واضافته للموردين، انتبه اللي هو ابراهيم 13. تمام، هروح للعملاء تم حذفه مباشرة، هروح للموردين تم اضافته مباشرة. طبعا بنفس الفكرة كده بنضيف ايه هنا الموظفين، لو عندي طبعا انا عامل قائمة منسدلة هنا، ماشي، فبيتم اضافة ايه الموظفين، يبقى عملاء وموردين وموظفين. ولكن انا طالب من حضرتك ان انت تطبق المعلومة بتاعت الموظفين، تعمل شيت للموظفين هنا، ماشي، في شيت جديد، وتبدأ تطبق نفس الشغل ده، ويعني تقول لنا في التعليقات كده هل فيه مشكلة قابلتك، هل فيه اي ملاحظة، لو فيه ملاحظات او يعني استفسارات اكتبها لنا في التعليقات. طبعا ادعمنا بمشاركة الفيديوهات وايضا مشاهدة الفيديوهات لايف كده من صفحة القناة او من القناة، لان ده شيء بيدعمنا كثيرا. كمان ضيف لايك للفيديو واكتب لنا في التعليقات وتواصل معنا للدعم من خلال الرقم الموجود في وصف الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الطيبة، انتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.